قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو إنه تم تقديم ما مجموعه 18281 طلبا للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية على المستوى الوطني، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإدماج إلى غاية 8 مارس الجاري. وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة إطلاق مشروع قصص بدون تأشيرة الذي يروي عن طريق قصص رقمية تجربة 8 لاجئين يبحثون عن حياة أفضل والذين اختاروا المغرب للاستقرار، أوضح أن هذه الملفات التي تم تقديمها في 69 عمالة عبر المملكة تشمل جنسيات مختلفة. نستمع لأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. حوره يوسف النعماني من إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. غاية 9 مارس 2017 تسجلت 18365 طلب في 69 عمالة تهم 95 جنسية. هذه المرحلة الثانية جات بطبيعة الحال بعد النجاح ديال المرحلة الأولى اللي عرفت التسوية ديال أكثر من 23000 ديال المهاجرين كانوا بوضعية غير قانونية، واللي استفدوا من برنامج متكامل ديال الإدماج اللي في الجانب التكويني التربوي الثقافي المساعدة القانونية كذلك الولوج الخدمات الصحية. المكاتب فتحت على صعيد 83 عمالة وإقليم تعبأت لها الموارد البشرية اللي عندها واحد تجربة الآن أكثر مما كانت عليه، اللي استفدت كذلك من التكوين. بالنسبة للمرحلة الثانية اعتمدنا نفس المعايير ديال المرحلة الأولى اللي فيهم واحد الليونة كبيرة، الجهات اللي تسجلت فيها نسبة مهمة ديال الإيداع ديال الملفات، هناك الجهة ديال الضريبة تقريبا 24.63% من الملفات، الرباط 13.56%، طنجة أصيلة 10.50%، ومن بعدها سلا ومن بعدها مراكش. توجه ديال بلادنا، السياسة الجديدة ديال بلادنا، بطبيعة الحال الكل تيشهد بالإنسانية ديالها وبالبعد الحقوقي ديالها والفلسفة يعني اللي تعتمد أولا تحقيق الكرامة الإنسانية.